أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي لتحقيق السلام، والمبعوث الأمريكي يتوقع تمديد الهدنة لمدة 6 أشهر إضافية. اليمن تهنئ المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 92، والمملكة ما زالت الدعم الأكبر لليمن في المجالات كافة. تجدد المسيرات الشعبية في وادي حضرموت، وحشود من المتظاهرين تجوب شوارع القطن للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى. طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بإدانة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن وإخضاع النظام الإيراني إلى الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بنظام حظر الأسلحة. وناشد العليمي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الفظيعة التي ترقى إلى جرائم حرب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات، وأشاد بالموقف الموحد للمجتمع الدولي إزاء القضية اليمنية والمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبشأن الهدنة الأممية، جدد العليمي موقف مجلس القيادة الرئاسي بتمديد الهدنة الإنسانية، وأن السلام هو خيار استراتيجي لا لبس فيه. في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سرد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي رحلة البحث عن السلام مع الميليشيات الحوثية كما أسماها، والتي نكثت فيها الميليشيات بكافة العهود والالتزامات بدءا من اتفاق السلم والشراكة غداة اجتياحها العاصمة صنعاء في 2014، ومرورا باجتماعات جنيف الأولى والثانية ومشاورات الكويت وستوكهولم، وصولا إلى الهدنة القائمة التي فقد خلالها نحو 300 شهيد وأكثر من 1000 جريح. نحن اليوم على بعد أسبوع فقط لانتهاء الهدنة الإنسانية، يذكر مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي بأن الحكومة التزمت بكافة عناصر هذه الهدنة، بدءا بتسيير الرحلات التجارية المنتظمة إلى مطار صنعاء، وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، سعيا منها لتخفيف المعاناة عن شعبنا، في حين لا تزال الميليشيات الإرهابية الحوثية تغلق طرق تعز المحاصرة منذ 7 سنوات والمحافظات الأخرى، وتتنصل عن دفع رواتب الموظفين لديها والإفراج عن السجناء والمحتجزين والمختطفين، وتبحث عن أي ذريعة لإفشال الهدنة وإعاقة الجهود الأممية والدولية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل الذي تتطلعون إليه جميعا. لقد قطعت هذه الهدنة الشك باليقين من أننا نفتقد بالفعل لشريك جاد في صناعة السلام، كما عززت قناعة اليمنيين بصعوبة التهدئة المستدامة دون رادع حاسم مع جماعة طائفية مسلحة. وكرر الدكتور العليمي في هذا الصدد الموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي المرحب بتجديد الهدنة على أن لا تكون على حساب مستقبل اليمنيين. من جهته، توقع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ أن يتم تمديد الهدنة في اليمن لمدة 6 أشهر أخرى بعد انتهاء تمديدها في 2 أكتوبر المقبل. وقال ليندر كينغ في تصريحات صحفية إن هناك دعما دوليا ليس فقط لتمديد الهدنة لشهر، إنما لتوسيعها وتمديدها في اليمن 6 أشهر، مما يعطي مساحة للعمل الدبلوماسي. وتبقى الهدنة الأممية رهينة لنهج الميليشيات الحوثية على الأرض، والتي تنصلت من كافة التزاماتها طيلة الأشهر السابقة في محاولة لكسب الوقت وتمرير مخططها الإنقلابي. جدد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ترحيب بلاده بالهدنة في اليمن، مشددا على دورها في إنهاء الأزمة في البلاد والوصول إلى حل سياسي شامل. وفي إطار الأزمة في اليمن الشقيق،
نجدد ترحيبنا بالاتفاق على الهدنة بين الأطراف اليمنية، مع تأكيدنا على أهمية تنفيذ كافة بنودها، مشددين بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن في تعزيز الالتزام بالهدنة، والتي جاءت برعاية الأمم المتحدة في سياق مبادرة السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية. بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأعرب العليمي باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها السعودية وبمواقفها المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف الظروف والمحافل الإقليمية والدولية. تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بيومها الوطني 92، واختير شعار اليوم الوطني السعودي بعنوان هي لنا دار، فيما أطلقت المملكة هوية اليوم الوطني السعودي بطريقة جديدة تعكس رؤية المملكة 2030. وتطفئ المملكة العربية السعودية شمعتها 92 من عمرها الوطني، مخلدة ذكرى ميلاد الدولة في 23 من سبتمبر عام 1932 بموجب المرسوم الملكي التاريخي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود. قرن من الزمن إلا 8 سنوات تزاحمت فيه الإنجازات والقرارات التنموية، وشيدت فيه المدن وحظيت فيه مقدسات الأمة بالقدر اللائق بها من الصون والصيانة طبقا لتعاليم ديننا الحنيف، حيث وسع الحرم المكي عدة مرات ولا يزال ليسع الحجيج الوافد من كل فج عميق، وتمت توسعة الحرم المدني دار الهجرة وموطن الحبيب المصطفى ومدفنه عليه الصلاة والسلام. وفي الجانب الاقتصادي، حجزت المملكة مركز الريادة العالمي في مجال الطاقة، والذي كان له الأثر البارز في نهضة البلاد ونمائها، وتحتل المملكة بحكم موقعها الجغرافي نقطة مركزية ومحورية مكنتها من التفاعل والتأثير في سياسة الشرق الأوسط، ناهيك عن مكانتها المقدسة ومرجعيتها العالمية بالنسبة للعالم الإسلامي والعربي. ومن هنا جاء الدور السعودي الفاعل في القضايا العربية والإسلامية، وخصوصا في اليمن الجار والشقيق، وتلك علاقة خلدها التاريخ وأرادت لها الجغرافيا أن تكون، والأزمة اليمنية كانت شاهدا على عمقها ومتانتها. ففي الوهلة الأولى من بوادر الأزمة، والتي لاحت منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن وبعد دخول البلاد في معمعة الصراع التوسعي القادم من بلاد فارس، أدرك القادة السعوديون مسؤولياتهم تجاه إخوة الدين والعرق. أنشئ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودخل التحالف العربي في مواجهة مباشرة مع العدو، وقدم دماء وأموالا في سبيل الأمن العربي والقومي الذي يرى في خسارة اليمن مضيعة له. لم تكتفي المملكة العربية السعودية بجانب الدعم العسكري فحسب، بل عملت على الجانب الدبلوماسي، فكانت المبادرة الخليجية ثم اتفاق الرياض وبعدها مشاورات الرياض. عملت المملكة على نهج التصالح بمعية شقيقتها دولة الإمارات التي كان لها الدور البارز في كل المراحل السابقة. وفي الجانب الإنساني، قدمت المملكة من خلال مؤسساتها الخيرية سواء مركز الملك سلمان أو مركز مسام الكثير من الدعم لليمن وفي شتى المجالات، كما شاركت في المؤتمرات المانحة بهدف تقديم الدعم المالي للدولة، ناهيك عن ودائعها وهباتها الخاصة. خرجت حشود من المتظاهرين في مدينة القطن مطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، حيث جاب المتظاهرون في القطن الشوارع الرئيسية والفرعية مناشدين بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وتشكيل قوة دفاع حضرموت وإحلال قوات النخبة الحضرمية. في موكب حاشد سار المتظاهرون كأمواج تتدافع لأجل حقوقها،
الحشود الشعبية بكافة مكوناتها خرجت في القطن بوادي حضرموت، اجتمعت في المسيرة على مطلب وقرار واحد لا رجوع عنه، وهو إخراج المنطقة العسكرية الأولى. قلنا خرجنا للمطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت وإحلال النخبة الحضرمية وقوات دفاع حضرموت مكان هذه القوة، فأبناء المنطقة الأولى هم أحق بالدفاع عن أرضهم وتحرير أرضهم من الحوثي، وأبناء حضرموت هم أحق بحماية أرضهم من غيرهم. الحشود في الموكب الجماهيري تمشي على الأقدام مرددة هتافات تطالب المجلس الرئاسي بسرعة إخراج المنطقة العسكرية الأولى، وتناشد بتشكيل قوة دفاع حضرموت وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض. وبغينا حضرموت كاملة من مشرقها إلى مغربها، حضرموت كاملة والمهرة وعدن وشبوه وكلهم حكمهم واحد ورئيسهم واحد. ورحيل المنطقة الأولى ذي من بلادنا ترحل. المنطقة العسكرية الأولى للأسف الشديد منذ أن سيطرت على حضرموت، على وادي حضرموت، عانت محافظة حضرموت من عمليات قتل واغتيالات وانفلات أمني كبير سبب في إزهاق كثير من الأرواح. التظاهرات مستمرة بوتيرة عالية في عموم مدن الوادي، مطلبها إحلال قوات النخبة الحضرمية وتجنيد 25,000 جندي من أبناء حضرموت وتمكينهم من ربوع الوادي والصحراء في ظل تزايد معدلات الجريمة وانتشار المخدرات. محمد بحفين، الغد المشرق، القطن. تواصل ميليشيات الحوثي استعراضها للقوة في مناطق سيطرتها وسط سريان الهدنة الإنسانية، حيث قامت باستعراض عسكري هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر في صنعاء، ما يظهر جليا أن هذه الميليشيات لا تعترف بالسلام إطلاقا. بالتزامن مع ذكرى انقلابها المشؤوم وسيطرتها على مؤسسات الدولة في عام 2014، نفذت الميليشيات الحوثية استعراضا جديدا للقوة في ميدان السبعين بمدينة صنعاء، وهو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر. الاستعراض الحوثي أتى بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تكرس نقاشاتها على بؤر التوتر والصراع المهددة للسلام في العالم، ما يظهر جليا أن هذه الميليشيات لا تعترف بالسلام إطلاقا. وخلال استعراضها بميدان السبعين في صنعاء، سيرت الميليشيات العديد من الصواريخ والطائرات بدون الطيار وغيرها من العتاد القتالي، زاعمة أنها تعرض لأول مرة. كما حلقت أثناء الاستعراض ثلاث طائرات مروحية من تلك التي كانت تملكها قوات الجيش قبيل الانقلاب. وتحمل الاستعراضات الحوثية للقوة خصوصا خلال سريان الهدنة رسائل ابتزاز للحكومة والمجتمع الدولي، حيث تؤكد عدم جدية هذه الميليشيات في المضي بعملية السلام وإيقاف الحرب، ويعتبر تحضيرا لمرحلة حرب جديدة أشد ضراوة من المرحلة السابقة استعدت لها خلال سريان الهدنة. وبحسب المراقبين، فإن ميليشيات الحوثي استغلت فترة الهدنة وتوقف الغارات الجوية في عمليات تحشيد واسعة للمقاتلين، إضافة إلى المعدات التي تأتيها عبر طرق التهريب من إيران وحزب الله اللبناني. وعكفت الميليشيا الحوثية على التخطيط والإعداد والتجهيز لها طوال الأشهر الماضية منذ سريان الهدنة. ويعتقد المراقبون أيضا أن عائدات الوقود المتدفق عبر ميناء الحديدة وفر لميليشيات الحوثي مصدرا مهما للتمويل الباهظ لهذه الاستعراضات التي رفضت دفع مرتبات الموظفين المدنيين منها في مناطق سيطرتها. وكانت الأمم المتحدة والعديد من الدول قد أدانت استعراض الميليشيا الحوثية في وقت سابق، والتي أجرته في مدينة الحديدة واعتبرتها تهديدا للسلام في اليمن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. رئيس الوزراء يؤكد الحرص على تنفيذ التخطيط الحضري لمدينة المخا. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك حرص الحكومة على إنجاز وتنفيذ التخطيط الحضري لمدينة المخا، بما من شأنه إعادة الاعتبار للمدينة ومينائها التاريخي.
وتسلم رئيس الوزراء خلال استقباله في عدن الفريق الفني دراسة أولية بشأن إعداد المخطط الهيكلي لمدينة المخا مستر بلان، واطلع على ما تضمنه المخطط من تفاصيل. ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بالتخطيط الحضري لمدينة المخا وتحديد حدود حرم الميناء ومساحاته ومنع البناء العشوائي. اختتمت بمدينة المكلا دورة تدريبية فنية في مجال العود وتكنيك العزف ل 35 مشاركا. الدورة نظمتها جمعية فناني حضرموت برعاية المجلس الانتقالي بالمحافظة. دورة تدريبية في مجال العود وتكنيك العزف بمدينة المكلا. الدورة نظمتها الإدارة الثقافية بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في المحافظة بالتعاون مع جمعية فناني حضرموت. المجلس الانتقالي يهتم بالتراث ونعول على الشباب بالخروج إلى الساحة ورفض الساحة بالكوادر وبالدماء الشابة التي سيكون لها دور في إعادة التراث الذي طمسها منذ عام 94 إلى الآن. هذول الشباب سيكون لهم دور في إعادة التراث. أثمرت الحمد لله جهودنا بالنجاح وحسينا في فرق في المستوى في للطلاب. نتمنى من قادة الانتقالي أنهم دائما يهتموا في الرعاية للدراسة الفنية الموسيقية في حضرموت وفي كل مناطق الجنوب. ونشكر دائما الغد المشرق أنها دائما مهتمة في أمور الفنون وأمور الثقافة عندنا. 35 متدربا ومتدربة تم توزيعهم إلى مجموعتين، الأولى للمبتدئين والثانية لأصحاب المستوى المتقدم في العزف. تلقى المشاركون تمارين مكثفة طيلة الثلاثة أيام الماضية. استفدنا الصراحة منها يعني كثير وكثير، أنه ما قد كانت فيه زي الحاجات دي من قبل. وما شاء الله تبارك الله، يعني أستاذ هيثم الحضرمي المرة دي لما جاء وسوينا احنا دورة وتعلمنا أكثر وأكثر وتمكننا أكثر في العزف. وإن شاء الله نطمح للأفضل، يعني إذا كان فيه قامة أكاديميات أو معاهد التدريس الموسيقى نكون شاكرين. والله الصراحة الدورة ضافت لي كثير معلومات، يعني بالذات من ناحية النوتات لأن احنا شوية ضعيفين فيها، وأيضا التوازن متى يبدأ متى يوقف. يعني نحن متعودين نحن نعزف سولو، ما قد عزفنا يعني كأوكسترا كاملة وكذا. هذه الورشة التدريبية ستسهم في إحداث حراك فني وثقافي في محافظة حضرموت، باعتبار الشباب هم قادة الحراك في هذا المجال، وهو ما يستدعي التدخل الحكومي بشكل مباشر في تبني مثل هذه القدرات لإبرازها على مستوى الساحة. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. نهاية النشرة. تذكير بالعلوم. العليمي يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيات الحوثي لتحقيق السلام، والمبعوث الأمريكي يتوقع تمديد الهدنة لمدة 6 أشهر إضافية. اليمن تهنئ المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 92، والمملكة ما زالت الداعم الأكبر لليمن في المجالات كافة. وتجدد المسيرات الشعبية في وادي حضرموت، وحشود من المتظاهرين تجوب شوارع القطن للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد واي دوت كوم وتطبيق نبض الإخباري. دمتم بصحة.